هلا بالعزيز وبعبد الله الله يطول الغالي. انا تو طلبتك في سنابك وما خليتني اكمل، ما خليتك يعني ما خليتك. بالعكس انا ايش قلت لك؟ انا قلت لك اللي طلبتني فيه اعتبره تم ومن عيوني ثنتي ولا تطري تكفى. انا طالبك طلبه يعني لا تكمل، طالبك براس عبودي ولدك الله يطول عمرك. طلبتك بهالطلب قبل شوي والحين اكرره. اي طلب ثاني غير الموضوع اللي انا اعرف وش اللي انت انا تطلب. جاي من الرياض علشان هذا الموضوع. انا طلبتك ما في اغلى من راس عبود ولدك، يا رب يحفظه وتبلغ فيه وتشوفه عريس. قل امين. اللهم امين. الموضوع هذا تكفى. يمكن الجرح كبير بريان. لا ان شاء الله ان شاء الله ان ما فيها جروح، ولكن